ان شاء الله الدكتور ايمن وهو هيدينا فكره عن المسجد وفكره عن ازاي كمان معرفه اللغات بتاعت الكبار. انا سعدان وجودكم معانا النهارده. طبعا احنا قاعدين في مكان يعني ريحه التاريخ شاعر الجدران من كل حته فيه. فاول حاجه في الوضع الى ذهن الواحد في قصه السلطان حسن، قصه المسجد بتاعه، التعليق اللي جايه المؤرخين عن السلطان حسن. How can such an insignificant ruler leave such a significant landmark؟ ببص على روايه دكتورة ريم ان احنا شفنا الكتاب بتاعها في المعرض ممكن من سنتين في اول الكورونا، ولفت نظري ان هو بيتكلم على فتره المماليك اللي هي نفس الفتره اللي انا بدرسها في تاريخ العماره في الجامعه بتاعتي. فقلت لازم نشوف ايه القصه دي، خصوصا ان هي بتعمل، كان واضح من سمات الكتاب انها بتعمل مزج ما بين الاثر والروايه بطريقه تشبه جدا طريقه نجيب محفوظ في بين القصرين، وطريقه الروائي زي ثلاثيه غرناطه والاسلوب الشيق بتاع ربط الاثر بالحدث. هو نفس الطريق اللي انا بتبعه في التدريس، اللي هو مش الهندسه المعماريه من ناحيه الابعاد والانشاءات والقدره على التحمل، بقدر ما هو القصه وراء العمل، فكره المجمع وفكره الخدمات المدنيه بمفهومها الاشهر اللي هو سلطان قلاوون. السلطان قلاوون، الناصر قلاوون اللي هو المجمع بتاعه موجود في شارع المعز، لازم تكونوا شفتوه او تعرضتوا للقصه بتاعته في الروايه. فهو من اسس فكر المجمع الخدمي. فتحولت العماره في عهد المماليك من العماره الدينيه او العماره السياسيه اللي هي بتعظم فكره الحاكم وبتاسس لتمجيده وتاريخه، الى العماره اللي بتحاول تقدم اكبر قدر من النفع لعامه الناس. فالضريح بتاع قلاوون او المجمع بتاع قلاوون بيشتمل على بير مارستان، يعني مستشفى، ويحكى انها المستشفى الوحيده في العالم اللي كانت بتقدم علاج بالمجان، وكانت بتقدم وجبات مجانيه لفتره النقاهه بعد ما يتم شفائه، فبيخرج معاه فرخه ومعاه بيض ومعاه اكل وغذاء، وكانت بتقدم كمان راحه علاج نفسي، فكانت بيسمعهم الموسيقى اثناء العلاج، في ان هم بيدافعوا عن المصريين من الجزاه سواء كانوا التتار او كانوا استمرار للصليبيين. فالسلطان محمد ابن قلاوون اتم فتح عكا، علشان كده المثل الشعبي الشهير اللي بيقول لك يعني انت هتفتح عكا ازاي؟ فالمثل ده جاي من صعوبة فتح عكا على نابليون وعلى السلاطين وعلى الفرنجة ذات نفسهم في كل العصور وفي كل الأزمنة. ثم يأتي السلطان حسن اللي مر بتجارب مريرة قبل ما يستقر للحكم. فقد سجن في القلعة قدامنا هنا مرتين على الأقل، وهو من الواضح، أو يعني ده في خيال، معرفش هي بتشاركني، بس في اختلاف مين كان صاحب الفكرة، إن هو على طول بيراود حلم ان هو عايز يعمل تغيير. التغيير في النظام السياسي اللي كان عايز يعمله ان هو ياسس لحقبة اخرى من الحكام اللي هم غير المماليك والامراء اللي كانوا بايديهم يغيروا الحاكم ويجيبوا حاكم تاني في اي لحظة. فهم كانوا الحكام الفعليين، وكان السلطان تقريبا شيخ، فبينقوه يكون صغير في السن، ضعيف، يعني يسمع الكلام لحد لما ايه يتمكن، واذا قدر يتمكن خلص من شويه من المنافسين بتوعه واستقر ليه. فكان الطريقه اللي هو اتسجن بيها من هو طفل لحد لما خد وضعيته في الاخر، كانت بتخليه يعني يبص على الموقع ده اللي كان مكانه قصر الامير يلبوبة، اللي هو كان واحد من الناس المسؤولين برضه عن المشاكل في الوقت ده، واشترى القصر من اتباعه واسس لفكره. فكانت المنطقه دي اصلا منطقه شعبيه. فأنا أعتقد إن في رمزية قوية جدا لاختيار موقع السلطان حسن من الناحية السياسية ومن الناحية الإصلاحية اللي كان بيحاول. طبعا هو ما عمرش سنتين واغتيل وانتهت حياته كلها. فنرجع للمثل اللي بيقول هاو كان ساتش ان انسيجنفكت رولر، يعني ما عمرش وملوش أي أعمال تذكر، يسيب أثر متصنف في اليونسكو إن هو وورلد هيريتج سايت، يعني محمي من قبل اليونسكو ان هو تراث انساني عالمي لابد من الاسترقاء والبقاء عليه والحفاظ عليه. طبعا نتمنى ذلك.
اقول لكم بقى على ثلاث اسرار وهسيب بقى الدكتوره ريم تكمل. اولا يمكن الجامع السلطان حسن هو الوحيد المعماري والخطاط وعامل المنبر. اوكي الاسماء دي عرفوها بالصدفه كما نعرف من الاثر حسن عبد الوهاب مكتوبه، ولو هنعمل جوله بعد كده نقدر نحاول نستكشف فين المكان اللي لقوا فيه اسم الخطاط واسم المعماري واسم صاحب المنبر. فده السؤال الاول. كمان هو جامع سلطان حسن هو المسجد برضه الوحيد اللي اتسرق منه. اولهم كان المنبر بتاع جامع قينباي الرماح اللي جنبينا هنا اللي ليه مدنتين، وانتوا داخلين على ايدكم من يمين او لو واحد منكم غني ومعاه ورقه ب200 جنيه هيبص عليها هيلاقي فيه مسجد مرسوم، هو ده مسجد قينباي الرماح، هو المسجد الثاني اللي فيه مدنة بروحين زي البسامة بروحين كده، فيها مدنتين من فوق بيقلد فيها المسجد بتاع الازهر اللي فيه مأذنة البوري اللي فيها راسين. فطبعا الجامع مقفول، وفي 2010 نقلوا المنبر المنبر اللي هم حطوه هنا علشان كوت انكوت يعني يتحافظ عليه، وفي 2010 اختفى في ظروف قمر، وحتى الان لم يعرف فين منبر يعني 20 سلمه خشب وزخارف يعني طلع. ووزاره الاثار حققت الموضوع وطبعا حفظ ضد مقبول. الحاجه الثانيه اللي اتسرقت برضه من هنا 2012 بقى المقرأة اللي جوه عند الضريح فيها مصحف، مقرأة المصحف كبير أو كده أو ستاند بتاع مصحف كبير كان موسع بالنحاس وبالزخارف الصدفية، الزخارف اتفكت كلها يعني كل الحاجات القيمة اللي من الحشوات اتفكت وليها برضه برضه في 2012 وبرضه إيه ما نعرفش راحت فين ولا الباب نفسه مين قال الباب؟ الباب دي أول وقعة لإيه لسرقة أو لأخذ أحد المتعلقات. طبعا الباب لو أنت داخل وبصيت على الباب اللي موجود حاليا أكيد هتحس بإيه بعدم تجانس. إزاي يعني هذا الأثر اللي فيه كل التفاصيل الزخرفية ده إيه يبقى باب حشوات أبلكاش مربع يعني خشب خنزري عادي يعني مفيش أي حاجة خالص يعني، أمال فين الباب الأصلي؟ فالباب الأصلي طبعا هتلاقوه القصة اللي هو إيه في جامع مؤيد شيخ تمام وموجود. نعم هو مؤيد شيخ يعني لازم نحترم وخليه نعمل احنا مؤيد شيخ عشان نشوف برضه هم عرفوا ازاي. هم لو لفيتي على الباب من ظهره هتلاقي مكتوب فيه الاسم بتاع سلطان حسن عشان كده عرفت بس هو معروف ان هو ايه ان هو اشتراه. هو الحقيقه يعني مش ان هو سرقه بمعنى سرقه، بس هو كان ساعتها الجامع كان موجود في الروايه كان مغلق ومغلق بسبب كثره الايه المقتلع اللي كانت بتحصل فيه على طول معارك بين المماليك، فلم يكن له اي دور تربوي او تعليمي وبالتالي كان مغلق. فيعني قال لك استفيد ايه يعني لو بيت ابوك وقع الحق في المكتوب بس موجود. والله العظيم ما كنتش اعرف انا كده. لا ما عدا الجنوب طبعا. دكتور ايمن قال حاجة يعني مهمة جدا جدا في البداية انه اتكلم على السلطان قلاوون، ولازم لما نبدأ في عصر المماليك هنكتشف ان في زي ما بنقول كده نمط ماشي في كل العصور لحد درجة احنا ممكن نقرأ التاريخ من غير ما خلاص احنا حطينا كتب كده هنعرف ايه اللي هيحصل بعد كده. فهنبدأ بان قطز هنبدأ الاول خالص من اول شجرة الدر بقى واتجوزت عز الدين ايبك وبعدين اتقتل وهي اتقتلت اللي شاف فيلم واسلاميه وبعد كده هيجي قطز وهيكمل المعركه وهيتقتل هو على طريق بيبرس. بيبرس هيبقى من احسن الحكام اللي حكمت مصر من ناحيه ان هو بيحاول يبقى عنده عدل من ناحيه كتير جدا، هيحكمها اكتر من حوالي 16 17 سنه. وطبعا مع ان هو واخد الحكم كجندي هيبقى عنده الضعف الانساني ان هو لازم عايز يولي ابنه، بس كان في ثلاثه جنود او مماليك مع بعض قويين جدا هم قطز بيبرس قلاوون. قلاوون اسمه قلاوون الالفي لان هو اشتروه بألف دينار، فده يعتبر حاجه كبيره. بيبرس مثلا اشتروه بثمن بخس جدا لان ما كانش شايفينه ان هو شكله حلو قوي زي قلاوون.
يعني طبعا بيبصوا برضو بالشكل. فقلاون كان ضابط قوي متوقع جدا ان احنا نتوقع ان هو لما بيبرس يدي الابن الحكم ابن الناس مش هيحكم، هيجي بيبرس. فطبعا يا دوبك كده حصل شويه خناقات وبيبرس وقلاون حس ان هو ارغم ان هو هياخد الحكم، وفعلا قلاون حكم. ولما حكم قلاون عمل زي ما دكتور ايمن قال المستشفى دي. انا عايز احكي لكم مواقف انسانيه بقى بسيطه جدا. يعني انا كنت بتكلم مع واحده اثريه فبتقول لي انا مامتي اتعالجت في مستشفى قلاون للعيون، فهي كل يوم الصبح تدعي مش للدكتور لقلاون. فيعني قلاون ده طالع الناس بتدعي له دلوقتي، فحاجه غريبه جدا يعني. فاحنا متخيلين ان احنا عندنا مستشفى بقالها كام سنه وما زالت الناس تستعملها كمستشفى. قلاون كان حاكم قوي جدا، وكان عنده الفكره ان هو فعلا يفتح عكا ويحرر القدس. نفتكر دايما القدس ما اتحررتش غير في عصر المماليك اللي احنا درسين في المدرسه انه عصر مش كويس. فبرضو ايه، نفتكر القدس اتحررت تماما تماما لحد ما اسرائيل احتلتها من المماليك. المماليك اللي حرروها لنا لمده سنين وسنين وسنين لحد 42، واتم طرد الفرنجه من كل الشام مش من بس القدس. طبعا بعد منصور، بعد قلاون، الحقيقة برضو موقف قلاون كان رائع جدا، لأنه هو عايز يجيب ابنه اللي هو عايز يجيبه مات. فجاه كان عنده قدامه الأشرف خليل، هو الابن القادم إنه هو يجيبه للحكم. يعني قصص بقى إنسانية شوية. فهو بقى ما كانش مقتنع قوي بالأشرف خليل إنه يحكم مصر. فدي حاجة يعني الحقيقة قمة الموضوعية، قمة في الموضوعية، إن واحد ما اقتنعش بابنه إنه هو شايفه. فكتب إن هو موافق إن الأشرف خليل يبقى هو ولي العهد، وما رضاش يختم ولا يمضي. زي المصريين ما يحبوش الختم ولا الامضاء. يعني ايه، ومشي وخلاص الموضوع خلص ومات. وكان ساعتها الاشرف خليل في حته تانية، المماليك جابوه بسرعه قبل ما يعلنوا موت. وساعتها الاشرف خليل طبعا هو ما حكمش كتير، هو حكم حوالي 3 سنين بس، هو حرر فيهم عكا. الاشرف خليل ساعتها طبعا عارف ان ابوه ما مضاش وما ختمش وكان شايلها في نفسه، فراح قايل ابويا ما رضاش يوليني فربنا وليني. فيعني شوف الفكره ان هو برده هيقدر يوصل. هيبتدي بقى من يعني اولاد قلاون، كل ما واحد يمسك من ابن الناس او اولاد المماليك الحق، يحس واحد من الامراء المماليك ان هو يعني اهم من ان هو يحكم، فيروح قتله. وهنستمر كده لحد ما يجي السلطان زي اللي قرا الروايه، سلطان برقوق، ويعمل زي انقلاب على كل أسرة قلاون. بقى خلاص خليكم على الجنب، وهيبتدي يحكم هو كمن مماليك البرجية أو المماليك الشراكسة. الحاجة اللي أنا برضو حاجتين عايزة أقولهم على السلطان حسن، إن هو اسمه الأولاني ما كانش سلطان حسن، هو كان اسمه قماري، وغير اسمه لأنه كان عايز يتقرب من الشعب المصري. هو لما زي ما دكتور أيمن قال، لما لقى إن الأمراء المماليك عمالين يشتروا في مماليك كتير، ففكر إن هو يقرب منه أولاد الناس، ودي كانت غلطته، لان اولاد الناس ما نفعوهوش بقى وقت الحروب. لكن هو لما بدا يقرب اولاد الناس، ودي اي مملوك بيعملها، اي واحد من الامراء نعرف ان هو هيخلص. يعني ده اللي خلى اشرف خليل يخلص، ايه، ان هو جاب وزير زي ما نقول وزير مدني، جاب وزير مش من المماليك، فالمماليك قتلوه. فهي الفكره ان هو يعني عنده الفكره، الفرق بين اولاد الناس وفرق بين المملوكي اللي اتربى طول حياته، يعني شايف نفسه انه اتحرم من حاجات كتير، منها الامومه. يعني طول حياته متربي ان هو لازم هيدافع بس عن البلد، شايف نفسه ان هو في مرتبه اعلى من كل اللي هيجي تحته. فدي كانت برده من الحاجات المهمه جدا. السلطان حسن او يعني قماري زي ما اتفقنا اتقتل من امراء المماليك. اللي قتله هو الامير يلبغى. الامير يلبغى هو امير او استاذ، زي ما انتوا فاكرين في الروايه في الخشداشيه والاستاذ، هو استاذ السلطان برقوق. يعني شوف الدنيا. فبعد كده هيبقى السلطان برقوق هو برده في النهايه اللي هياخد الحكم. فدي برده حاجات صغيره مهمه. انا برده عايزه اضيف للدكتور ايمن قال حكايه المدخل المنكسر. زي ما قلت لكم انا ساعات بتعلم كتير جدا من الناس اللي بيجوا معايا السلطان حسن. فاول، ودي حاجه صدفه غريبه جدا، لان انا اللي خلاني يعني اتشددت قوي للسلطان حسن لما جيت هنا اول مره وسمعت قصيده البرده، بدات اقرا شويه عن الصوفيين اكتر وافهم شويه عنهم، وفي نفس الوقت اكتشفت ان المماليك كانوا يشجعوهم جدا ويحترموهم جدا. فاول فوج جه معايا صدفه كان مجموعه صوفيه.
فواحده منهم شرحت لنا احنا وانا استفدت منها حاجه غريبه جدا. قالت لنا ان دلوقتي المدخل المنكسر فعلا زي ما دكتور ايمن بيقول هو حاجه بديعه في العماره المملوكيه بالذات، لان هو بيديك الفكره انك عايزه شويه وقت تطلعي من الدنيا عشان تخشي على ربنا وتركزي معاه. هنلاقي ان في هنا يافطه وانتوا طالعين مكتوب فيها ادخلوها بسلام امنين، بس اليافطه دي مش عشان لما تيجي تخش الجامعة، لا، وانت طالعة داخلة الدنيا تاني. شوفي الروعة بقى. يعني دلوقتي طالعة تاني للدنيا، ارجعوا لها بقى، فارجعوا بس ارجعوا بسلام امنين، خلاص انتوا غسلتوا نفسكم. فشوفي الناس دي بتفكر ازاي. برضو عايزة يعني حاجات انا زي ما قلت بستفاد اكتر من الناس اللي معايا. فكان مرة برضو بتكلم، دلوقتي طبعا انا حاسة انا بقيت قسم اثار خلاص، انا بتكلم مع بعض الاثريين، فهم بيقولوا ان هم بيحاولوا بقالهم حوالي 20 سنة ان هم، دكتور ايمن بيحكي لكم على الحاجات اللي اتسرقت ساعات اللي هي الحشوات اللي يعني، وفي حد طب ايه الحشوات اللي هي خشبيه دي يعني فيها ايه يعني اللي ممكن تعمله. انا عايزه اقول لكم ان مجرد حشوات خشبيه في منبر، مش عايزه اقول اسمه، من المنابر، بعض الاثريين فكروا ان احنا عايزين بس نعمل واحد زيه شبهه عشان بعد كده هننسى بيتعمل ازاي. 10 سنين ما عرفوش يعملوا، محدش عرف يعمل. احنا النهاردة عايزين نعمل لكم حاجة يعني خاصة جدا، فطلبت من الشيخ سعيد ان هو يعمل لنا بعض المدح وبعض ال رسولك العظيم وأفض علينا من بركاته يا أكرم الأكرمين يا رب يا رب يا رب يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى واسمح لنا بالرضا واسمح لنا بالرضا يا واسع الكرم يا رب نرجو رضاك نرجو رضاك نرجو رضاك ونحتمي بحماك. قصدتك يا إله العرش أدعو ومن قصد الكريم فلا يضام ومن قصد الحبيب فلا يضام لئن نامت عيون الناس عني فعينك عن عبادك لا تنام. صلوا على خير الأنام وسلموا صلوا على خير الأنام وسلموا حتى تنالوا جنة ونعيما. صلوا على خير الأنام وسلموا إن الصلاة على